لاعبين الأخطاء ممنوعة، الهفوات ممنوعة، أي هفوة تأتي قد يأتي منها هدف. شوف الآن مثلاً، شوف 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 الآن في فرصة وفي مساحة، يتقدم ميسي، يسقط ميسي، أعيق ميسي، وبالتالي إلى خطأ لمصلحة برشلونة المباشرة. الشوط الأول والشوط الثاني يعني ميسي لا يعطي الفرصة على الإطلاق، في هذه اللقطة أعطي مساحة للتقدم وللتحرك، لكن